الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي تكون الأخيرة في جولة زياراته حتى الآن، لكنها الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لأول مرة وزير خارجية المصري يسافر إلى واشنطن ويلتقي عدد من المسؤولين الأمريكيين. هذه الزيارة أسفرت عن عدد من النتائج الهامة، ربما يكون أبرزها الوعود الأمريكية بمراجعة برنامج المساعدات إلى مصر، دعم التعاون الكامل مع مصر في مسألة الإرهاب. الخارجية النهاردة كمان أكيد إن تم وصول رسالة ليها من الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر صاحبت قرارها، وطبعا ده بعد شرح الخارجية المصرية وزير الخارجية المصري للأحكام القضائية اللي صدرت، واللي كانت فيه ردود فعل عنيفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مثلت بالفعل تدخل في الشأن الداخلي المصري. وزير الخارجية قال إن قضاءنا مستقل ولا نقبل بتدخل أحد في شؤوننا الخارجية. لكن للأسف الشديد هذه النتائج اللي بكلم حضراتكم عنها فكرة الاتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي على هذا المستوى ما كانتش هي محور الاهتمام. احنا كنا مهتمين هنا بمسألة التصريحات، هو قال على العلاقة ان هي زواج ولا طلاق ولا نزوة. يا جماعة نحن امام وضع صعب للغاية، نعرف ان في ناس كثيرة بتقول مش مهم الولايات المتحدة الأمريكية ومش مهم امريكا، مفيش دول بتشتغل كده. يعني فكرة ان احنا ندخل في دائرة عداء مع احد، نحن نريد علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تملي فيها الإدارة الأمريكية على الدولة المصرية شيء، ولكن في نفس الوقت هناك دولة عظمى وقوة بواقع الحسابات على الأرض وبواقع موازين القوى وليس بواقع أهوائنا أو تمنياتنا. أنا عارفة أن الكلام ده مش هو الكلام اللي في ناس كتيرة بتحب تسمع، الناس بتحب تسمع أن احنا نقول لا هنعادي الأمريكان، لا هناخد موقف من الأمريكان. القضية مش كده أبدا، زي ما قلت لحضراتكم الأساس بالنسبة لنا هي علاقات متوازنة مع كافة الأطراف وخاصة الأطراف القوية. فما وزير خارجيتنا يقدر يدخل في مباحثات قوية ويقدر يقف في موقف الند للولايات المتحدة الأمريكية ويشرح الموقف الأمريكي. وبعدين هو قال النهاردة أنه هو بيقول أنه لما كانش يقصد أنه يصفها بالزواج بمعنى الكلمة، ولكن كان يقصد أن هي علاقات ممتدة ومتشعبة. أنا لم أقابل وزير خارجية نبيل فهمي بعد هذه الزيارة ولم أتصل به، لكن ما فهمته وأنا أسمع هذا التصريح على CNN الأمريكية أنه يريد أن يقول أنها علاقة قوية. يعني أما يقول زواج ومش نزوة، لأن اللي بيدخل في نزوة بيخلص منها بعد يوم أو اتنين والموضوع بينتهي، لكن لما بيكون في زواج هذا الزواج يرتب التزامات، وبالتالي الرسالة واضحة للجانب الأمريكي، نحن لدينا علاقات قوية معكم ولدينا اختلاف في وجهات النظر، هناك عدم تفهم من الإدارة الأمريكية لطبيعة ما يحدث في مصر، ولكن هناك التزامات تحكم هذه العلاقة. هكذا فهم البعض هذا التصريح، وهكذا فهم البعض الآخر التصريح بطريقة أخرى. لكن على أي حال كانت هناك ردود فعل على هذه الزيارة اللي قام بها وزير الخارجية نبيل فهمي إلى واشنطن، هناخدها في تقرير الزميلة داليا علي. زيارة استهدفت إذابة الثلج وإعادة مسار العلاقات المصرية الأمريكية إلى نصابها، هكذا وصفت زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، حيث تناولت الصحف العالمية أبرز القضايا التي نوقشت بين الطرفين، التي كان من أهمها التحول الديمقراطي لمصر ما بعد 30 يونيو، حيث ذكرت صحيفة جلوبال بوست على لسان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن مصر تمر بعملية انتقالية صعبة وعليها أن تثبت أنها تريد الديمقراطية، لكن أحكام الإعدام الجماعي الأخيرة التي صدرت بشأن 683 من أنصار جماعة الإخوان تثير تحديات خطيرة لضمان تطبيق الديمقراطية وإعادة مصر إلى الساحة العالمية مرة أخرى. وأضافت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي على خلفية قرار الإدارة الأمريكية بالإفراج الجزئي عن دعمها العسكري للحليف الرئيسي لها في المنطقة الذي تم تجميده لمدة 6 أشهر. كما علقت صحيفة صوت روسيا بأنها أول زيارة رفيعة المستوى من مصر إلى واشنطن منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، والتي ألقت بالعلاقة المصرية الأمريكية في حالة من الفوضى على حد قول الصحيفة. وذكرت على لسان كاثرين أشتون رئيسة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن المحاكمات الجماعية الأخيرة تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، وأن هناك قلقا على خطورة تحول مصر نحو الديمقراطية، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا وقضائيا واحترام المعايير الدولية.
على الجانب الآخر، تناولت صحف أخرى تصريحات السيناتور الأمريكي باتريك ليهي التي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي إلى واشنطن، والتي أعلن فيها باتريك نيته منع إرسال المساعدات العسكرية لمصر، حيث ذكرت صحيفة الجاردين على لسان السيناتور أنه ليس على استعداد لإرسال مبلغ 650 مليون دولار لمصر كمساعدات عسكرية في ظل الأحكام الصورية التي صدرت بشأن أنصار جماعة الإخوان مؤخرا. بينما قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه على الرغم من أن هناك مسؤولين أمريكيين حريصين على دعم مصر للتحرك ضد الإرهاب المتنامي في سيناء لأنه جزء من حماية إسرائيل، فإنها ليست مقتنعة بأن الحكومة المصرية سوف تتحرك على مسار أكثر ديمقراطية كما وعدت. داليا علي، قناة دريم. شكرا لزميلة داليا علي. والحقيقة ان احنا انا نفسي شخصيا ان احنا نقفل باب المزايدات، ما يبقاش كل واحد بيختلف معاك بالرأي او بيقول رأي غير اللي انت بتقوله يبقى هو دخل في مساحة غير وطنية او دخل في مساحة انت بتختلف معاه. وبمناسبة الكلام ده خلينا اقول لكم ان انا قرأت النهاردة مقال لزميل عزيز عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وبيتكلم فيه او في هذا المقال على مقال كتبه او رسالة تلقاها من الاستاذ الكاتب فهمي هويدي. الحقيقة ان في هذه المقالة، عشان الناس اللي ما قرتش المقال، الاستاذ عماد بيرد على الاستاذ فهمي هويدي، لان الاستاذ فهمي هويدي وصف رؤساء التحرير اللي موجودين في هذه الفترة بأوصاف معينة، قال ان هم بينحصروا في اربع فئات من وجهة نظره. الفئة الاولى ما وصفهم بالصامدون الذين يتمسكون بأصول هذه المهنة وولائهم للقارئ. الفئة الثانية هم المرتعشون الذين يسارعون إلى الالتزام بالتعليمات لكسب رضا السلطة. ثم المزايدون الطامحون الذين يوسعون من نطاق التجاوب إلى حد الانبطاح. والفئة الرابعة هي ممن يمثلون الأجهزة الأمنية في الصحافة أو الأمنجية. الحقيقة الأستاذ فهمي على مدار الفترة الماضية واللي متابع مقالاته كان واخد اتجاه يراه البعض دفاعا عن جماعة الإخوان المسلمين. هو نشر مقال قال فيه ان في اكتر من 400 طفل مسجونين في السجون المصرية تم القبض عليهم بشكل عشوائي في مظاهرات الإخوان. فالأستاذ عماد حسين طلب منه ان يوضح وبدقة اذا كان هذا العدد صحيح ولا لا، وايه مصدر هذه المعلومة. الأستاذ فهمي هويدي اعتبر أن هذا يعني من قبل أو كان رد فعله أنه وصف رؤساء التحرير، وبالتأكيد هو كان يريد أن يقول أن الأستاذ عماد حسين واحد من الثلاث فئات اللي كنت بكلم حضراتكم عنه، لأنه بالتأكيد مش من الصامدون. فكتب مقال سماه الكتابة في زمن الخوف، فرد عليه الزميل عماد حسين وقال له الكتابة في زمن الإرهاب. احنا معنا على التليفون أستاذنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد. مساء الخير يا أستاذ مكرم. أهلا بالنور. أهلا وسهلا يا فندم. الاتهامات النهاردة اللي وجهها الكاتب الأستاذ فهمي هويدي لرؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين، حضرتك شايفها إزاي يا أستاذ مكرم؟ أنا مش عاوز أخش في هذا الجدل العقيم، يعني في كل مرحلة من مراحل التاريخ المصري هناك صحفيين شجعان يقولون آراءهم بوضوح، هناك صحفيين موضوعيين يحاولوا أن يتحروا الدقة، هناك صحفيين لديهم هوى في كثير من القضايا. لكن طبعا من الملاحظ أنه الأستاذ فهمي هويدي حريص جدا على الدفاع عن كل مواقف جماعة الإخوان المسلمين، ويحاول تكييف كافة الأوضاع في مصر لخدمة هذا الموضوع. وللأسف يعني أنه مع احترامي الشديد لي، أعتقد أنه أحد مشاكل الأستاذ فهمي الآن أنه يفقد مصداقية القراء بدرجة عالية وبدرجة شديدة جدا، وإحنا كنا متوقعين منه حيث أنه يدعي أو يقول أنه صوت العقل في هذه الجماعة وأنه بيحترم الواقع، بدل ما يخش بقى في هذا ويشتم في الصحفيين، يعني على الأقل ينصح جماعته بأنه مرسي لن يعود، تاريخ لا يمكن أن يرجع لورا، يتوقفوا عن العنف والإرهاب، يتوقفوا عن هذه الممارسات اللي بيمثلوها، لأنه مش ممكن إطلاقا أن 30 مليون مصري يكونوا غلطانين. تمنى على الأستاذ فهمي وهو صديق عزيز ولا أريد أن أفقد صداقته،
اتمنى ان يراجع نفسه، لانه يعني حرص طوال تاريخه على ان يكون كاتب موضوعي وحرص على ان يكون مؤثر. صحيح كانت له ميول تبدو واضحه من كتابته، لكن كان دائما بحاول قدر الامكان مشدود الى ان تكون كتابته موضوعيه. انا متاسف ان انا اقول له يا صديقي عزيز انك انت جاوزت كل الخطوط اللي موجوده، يعني علاقتك بقراءك قد احترقت واهتزت اهتزاز شديد، لانك انت يعني ميزان العداله وميزان الموضوعيه قد اختل فيك. ده كل اللي عندي. طيب هو بيقول ان الصحافه المصريه بتعيش اخش في موضوع من الاجل. هو بيقول ان الصحافه المصريه نعم، هو الاستاذ فهمي بيقول ان الصحافه المصريه بتعيش ازمه طاحنه سببها الخوف والقمع. بعيدا عن هذه الجمله، هناك من يرى من الداخل في مصر وايضا من الخارج ان هناك عمليات قمع تتم للاراء المعارضه للنظام الحالي. رد حضرتك ايه؟ انا عاوز اتكلم في هذه القضيه. اتفضل. للاسف يعني انه لدينا مجموعات شراريه عديده تحاول على وجه الاطلاق أن تعاود نفس الكرة والخطأ القديم، لما بعض الجماعة الذين يدعوا أنفسهم أنهم ثوريين قالوا والله إن إحنا هنعصر على نفسنا ليمونة وهنروح نختار مرسي بدل شفيق لأن شفيق ينتمي، ثم رجعوا ندموا على مواقفهم وأطفوا لمرسي مليون صوت كان سبب في نجاحه. هذه الجماعة نفسها للأسف مع جماعات أخرى كلها لا تنتمي إلى صلب التيار المصري، كلها عليها شكوك، تحاول قدر الامكان ان هي تقول للشعب في هذا الظروف انه مجيء السيسي سوف يعني انه الصحافه سوف تكبل، مجيء السيسي يعني ان المؤسسه العسكريه سوف تسيطر على دولاب الدوله، مجيء السيسي يعني عوده حكم العسكر، مجيء السيسي يعني استنساخ لنظام مبارك. واظن يعني انه غير المصريين اللي هدموا نظامين في عام ونصف ورفضوا حكمين ديكتاتوريين لا يمكن اطلاقا ان المصريين هيقبلوا عوده تكميم الافواه، ولا يمكن هيقبلوا ان يعود نظام مبارك بحذافيره زي ما بيقولوا. وليس صحيحا على وجه الاطلاق ان انتخاب السيسي يعني دولاب يعني سيطرة المؤسسة العسكرية. الإخوان المسلمين ومن لف لوفهم والأستاذ فهمي ضمنهم أيضا هم الذين أولا يروجون لهذه المقالات، ومعهم أيضا بعض الذين يدعون أنفسهم أنهم يمثلوا التيار بعض التيارات الثورية. للأسف هذه بقايا شرارية وهذه حرب نفسية تقوم على أخبار وتحليلات غير صحيحة، وهؤلاء الناس لا يعرفوا حجم التغير الذي وقع على الشعب المصري بعد يناير، ولا يمكن ان مصر لن تحكم مرة اخرى لا بالاخوان ولن تحكم مرة ثانية بالعسكر. مصر طريقها الوحيد المفتوح هو الطريق الديمقراطية. ومترجى من كل هؤلاء الناس انه يبطلوا تزييف الحقائق، لان الشعب كابر على ان هو يعتقد في هذه السفاخات. الشعب المصري لديه تجربة طويلة رائعة في الحكم، ويعرف كده بعفويته الشديدة ان والله ان هو هيروح ينتخب السيسي لان السيسي حمل روحه على كفه ودافع عن حق هذا البلد في ان تكون فيها حرية تعبير، دافع عن حق 30 مليون خرجوا يقولوا لا لجماعة الاخوان المسلمين. اما كون ان واحد يطلع يروح ينتخب من نظام مبارك او رجل من الاعمال من اللي كان موجودين في نظام مبارك يحاول ان هو يخطب ود جماعه الاخوان المسلمين ثم يحاول مره اخرى ان يخاطب ود مجموعات السيسي، هذا داء برجال الاعمال يحاولون ان يحصنوا اوضاعهم في كل عصر. ولكن ونظام مبارك لا يمكن ان يعود، لان عمر التاريخ ما بيرجع لورا، ونظام مبارك قد اندثر اندثارا نهائيا. ولا اظن على وجه الاطلاق انه حد بيفكر ان في نظام، لانه في شعب اسقط حاكم رئيسين وادخلهما قفص الاتهام. اعتقد انه يعني هذه هي الاسطوانه الكاذبه
التي تديرها مجموعه للاسف. يعني خلينا برضو نقول يا استاذ مكرم ان يعني وفقا لهذه الرؤيه، من يريد ان ينتخب السيسي فلينتخب وهذا هو قراره، ومن يجد ايضا في مشروع اخر زي مشروع حمدين صباحي تعبيرا عن افكاره او ايمانا به هو ايضا. أنا في كلمتي لا ادعو السيسي، انا بتكلم لا عن بقول عن وجهات النظر فيما يتعلق بهذه المساله. وبعدين على الجانب الاخر ايضا كمان شايف ان في حمله شديده على حمدين صباحي لا مبرر له. حمدين صباحي أدى خدمة كويسة لأنه أعطى لهذه الانتخابات طبعا تنافسيا، حملته ماشية كويس، بيحقق تقدم، هياخد بعض الأصوات المعتبرة بعض الأصوات المعتبرة، وهذا لن يضرنا على وجه الإطلاق ولا يضر أي حد ولا مبرر على وجه الإطلاق، لأن احنا كل يوم بعضنا يقطع في هدومه. وحضرتك قلت معايا ده في البرنامج قبل كده يا استاذ مكرم، قلت ان احنا عايزين انتخابات تنافسيه حقيقيه. يعني حتى لو كنا جميعا، حتى لو ان السيسي سوف ينجح، وسوف ينجح لانه شعبيته طاغيه، لكن في النهايه لا نريد السيسي ان هو ينتخب بالتزكيه. فضلا عن انه عندما يتقدم واحد يا حمدين صباحي اعتقد ان هو يضفي على المعركه نكهه، اعتقد أننا يمكن أن نرسي تقاليد جيدة، وحملة حمدين ربما تكون عملت بعض التجاوزات الصغيرة والمحدودة، لكن أنا شايف حتى الآن أن هذه الحملة أفادت مصر، وشايف أنها حققت أشياء جيدة، لأنه جاء في إيران، في ايران يحرصوا على ان ياتوا بمنافسين اقوياء علشان يرفعوا نسبه الحضور في الانتخابات. نسبه المشاركه نسبه المشاركه. يعني لابد ان نثق في شعبنا. صحيح. لكل الاطراف بقول هذا، لابد ان نثق في شعبنا، شعبنا اثبت بالفعل انه يعرف كيف يختار، ويعرف الصحيح من الخطا، ويعرف ازاي من الحقيقه. والثورتين اللي فاتوا دليل على ذلك. انا بشكر ضيفنا العزيز على الهاتف كاتبنا الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق. خلينا حضراتكم بعد الفاصل هناقش مع حضراتكم رؤيه حمدين صباحي اللي طرحها وفقا لملامح معينه في برنامجه الانتخابي، لكن قبل ما نناقش هذا الامر عايز اقول لكم ان اللجنه العليا اعلنت ان الجريده الرسميه ستعلن غدا مرشحين رئيسيين في سباق الانتخاب الرئاسي المصري، او المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي. وحمله المشير عبد الفتاح السيسي بتقول ان برنامجه في حب مصر سيكون موجود على تويتر والفيسبوك في منتصف ليل اليوم، التزاما بالموعد المقرر لاعلان برامج المرشحين، وهو الموعد اللي ارتأت اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ان حمله حمدين صباحي خلفته. لكن عايزه اقول لكم ان بكره ان شاء الله هتبدا انتخابات الفصل الدراسي الثاني في المدارس، وهذه الامتحانات امتحانات في غايه الاهميه. مش عارفه انا قلت لكم امتحانات ولا قلت لكم انتخابات، بس احنا عندنا انتخابات وعندنا امتحانات، عندنا كل حاجه. بكره ان شاء الله تبدا الامتحانات. كان في تعليمات من وزاره التربيه والتعليم للمدارس الخاصه ان هيبقى في اجراءات جزائيه لو منعوا اي طالب من دخول الامتحان بسبب المصاريف، لازم كل الطلاب يدخلوا حتى لو ما دفعوش المصاريف. في كمان تعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة التموين والكهرباء والصحة وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة لتأمين سير العملية الانتخابية. كان في تعليمات كمان من وزير التربية والتعليم لوضع الامتحانات بضرورة وضع أسئلة بديلة عشان يبقى فيه خيارات قدام الطلاب. اتقال كمان أنه سيتم نقل أسئلة الثانوية العامة على مطار المنيا حتى لا تتم عمليات التسريب اللي تمت في السنوات الماضية. على أي حال بنتمنى لطلاب المدارس التوفيق إن شاء الله، ويكون سير العملية أو سير الامتحانات يتم بيسر زي ما احنا كمان عايزين الانتخابات إن شاء الله تمر بسلام. بعد الفاصل هناقش مع حضراتكم برنامج حمدين صباحي الانتخابي مع عدد من ضيوفنا الأعزاء.